حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. إذا المشاهدين، ما يزال مشروع الموازنة الاتحادية يقف على قدم واحدة في البيت التشريعي، فعلى الرغم من الملاحظات والأجواء الإيجابية لمسار التعديلات خاصة فيما يتعلق بمعالجة حجم العجز المالي، إلا أن فقرة التفاوت في التخصيصات بين المحافظات يراها نواب أنها كفيلة بمسببات إعادة هيكلتها، بما يجنب البلاد المزيد من المطبات خاصة أنها لثلاث سنوات. إذ أن الاستمرار بهذا المسار يعني إجحاف حقوقها وتقزيم فرص الرخاء ومعالجة هذه الثغرة للموازنة الأضخم في تاريخ البلاد، ممكن من خلال هامش التعديل وكذلك المناقلة في الأموال، وهو ما يعني رصيد أكبر في بطاقة العبور لتجنب المزيد من التأخير الذي يضر الاقتصاد وكذلك الحاجات الأساسية للمواطن. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وبعد 12 عاما من الأزمة السورية، ها هي اليوم دمشق تنفض غبار الحرب عن جسدها وكذلك تبدأ بالمرحلة الجديدة، عنوانها الأبرز إعادة الإعمار، إعمار ما دمرته نيران البنادق. ورغم أن فاتورة الإعمار هي الأضخم في التاريخ الحديث، إلا أن جهود المشتركة من العالم الجديد وكذلك الدعم الدولي لسوريا بعد جملة المتغيرات الاستراتيجية، من المؤمل أن يسرع من وتيرة هذا المسار وبث الروح في جسد القطاعات المتضررة. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة، ونرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد، المحلل السياسي الأستاذ علي فضل الله. أهلا بكم سيد علي، وكذلك الترحيب بالمشرف العام للمركز الوطني للتقييم والمراقبة دكتور محمد البغدادي. أهلا بكم دكتور. أبدأ معك سيد علي، هناك يبدو تقدم واضح من مسار التعديلات كحجم العجز وسعر النفط، لكن بالنسبة لحصة المحافظات أستاذ علي، هل تراها مقنعة؟ أبدا، شكرا لهذه الاستضافة أستاذ بشار، تحية طيبة لحضرتك وللضيف الكريم. لا قطعا، للأسف يبدو أن المأساة التي جرت العادة أن تكون على المحافظات الوسط والجنوب منذ عام 2003 ولحد الآن، يبدو أنها مستمرة حتى في هذه الموازنة التي كنا نتوقع أن تكون فيها انتقالة وتقييم وعدالة، باعتبار أن محافظات الوسط والجنوب وتحديدا قد تكون البصرة بالإضافة إلى باقي المحافظات الجنوبية تمد أو ترفد الموازنة العامة بقرابة 90% مما يحتاج العراق من خلال إقرار مشاريع الموازنات السابقة. للأسف إذا ما لاحظنا وبمقارنة بسيطة، نعم، أن هنالك غبن كبير لهذه المحافظات، وهذا الغبن يبدو أنه سوف يستمر حتى بهذه الموازنة، موازنة الثلاثية 23-24-25، أنه يبدو أن هنالك أيضا إصرار. الكارثة الكبيرة، أنا لحد الآن رسميا حقيقة ما اطلعنا على الموازنة كموازنة كمشروع، لكن ما مسرب حقيقة أن أنا أعتقد فيه كارثة كبيرة جدا، عندما تكون موازنة الإقليم تصل إلى قرابة 22 تريليون دينار عراقي وهي ثلاث محافظات، مع حسابات انه تسع محافظات في الوسط والجنوب، مجموع ما يقر لها في الموازنه ما يتجاوز الخمسة تريليون. انا اعتقد هذه كارثه كبيره جدا، ما اعرف باي معيار باي مقياس انه تم احتساب هذه الطريقه. ما تعرف، لكن مو المعيار السياسي، المعيار التوافقي كان حاضر من هذا الجانب. استاذ بشار، يعني جل الاحترام
احنا يعني هنا من نجي نحسب، اولا المكون الاكبر هو المكون السياسي الشيعي، وبالتالي التمثيل السياسي الشيعي في السلطة التنفيذية وفي السلطة التشريعية هو الأكثر. هل يعقل يعني أسعوف هذا الموضوع من باب يعني من باب الواردات، المحافظات محافظات الوسط والجنوب تمد الموازنة العامة بقرابة 90% مما يحتاج العراق في إقرار قانون الموازنة؟ هل يعقل أنه هذه المحافظات عذرا من هذا يعني تحمل ذهب تأكل عقل؟ هذا مو منطق، هذا من المفترض أنه تتناسب نسبة الواردات مع نسبة المدخلات اللي ترجع للمحافظات. لذلك أنا أعتقد سوف نشهد، وهذا الموضوع لاحظناه للأمانة من قبل نواب، وتحديدا يمكن نواب حركة حقوق يعني السيد حسين مؤنس، سعود الساعدي، حسين العامري، الناس أبدوا اعتراضهم يعني في هذا الموضوع. نتمنى لا يمكن السيد علي، يمكن أغلب النواب الشيعة، أغلب المحافظات الشيعية دائما في كل موازنة أنت ذكرت هي جرت العادة أن يكون هناك اعتراض على ما مخصص لهذه المحافظات، لكن ليش هذا الاعتراض السنوي؟ المحافظات الشمالية والغربية مو هي يمكن أكثر حاجة لأنها تعرضت لدمار الإرهاب وغيره؟ لا عفوا، خلينا نرجع لهذا الموضوع. لا. أولا إذا موضوع الدمار وموضوع التهميش، أنا أعتقد محافظات الوسط والجنوب إذا قسنا في معيار ولادة العراق الحديث منذ عام 1921 ولحد الآن، قد تكون محافظات الوسط والجنوب هي أكثر المحافظات التي عانت من التهميش، وخصوصا في نظام المقبور النظام الصدامي اللي يتعامل حقيقة أبشع معاملة مع محافظات الوسط والجنوب. فقط إذا نتذكر أحداث الانتفاضة الشعبانية عام 91 وما حصل حقيقة من استخدام صواريخ الأرض آر وسلاح الطائرات الهليكوبتر واستخدام المدفعية، هدمت البنى التحتية بالكامل. وبالتالي عندما نتكلم عن هذه المحافظات، هذه المحافظات تعاني معاناة كبيرة جدا. نحتاج أن يكون هناك التفاتة مثل ما نوصي في المحافظات الغربية والشمالية، من المفترض أن تكون هناك عدالة من قبل الحكومة العراقية على مستوى السلطة التنفيذية والتشريعية في معالجة الفقر والتهميش المحافظات الوسط والجنوب. نرحب بك مرة أخرى دكتورة محمد. حصة المحافظات ما تزال غير مقنعة بالنسبة لعدد كبير من النواب، لكن يمكن أو هل يمكن إجراء تعديل يعني من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي لهذه المحافظات الجنوبية اللي اقتصادها متهالك، محافظات فقيرة؟ بالبداية نشكر استضافتنا في قناتكم الموقع، وتحياتنا إلى الضيف الكريم ولكم شخصيا. حياك الله. يعني المشكلة أنه مثل ما تفضل ضيفنا الكريم، أنه مدى نعرف أنه كيفية احتساب التخصيصات لكل محافظة، هل هي على المساحة الجغرافية أم هي على عدد السكان أم مدى نعرف أنه طريقة الاحتساب؟ هناك محافظات أصلا يعني مسحوقة، مثلا ديوانية، عندك السماوة، عندك الناصرية، عندك الكوت. هذه المحافظات انه المشكلة اللي انه لا بها ايراد، لا بها سياحة دينية مثل ما بعض المحافظات مثل كربلاء والنجف، لا بها اي موارد اخرى. لذلك تلقى انه المحافظات تخصيصاتها ضعيفة جدا، والمشكلة انه يطالبون المحافظين لها انه بعمل انجازات، وهم اصلا مقيدين بنسب بسيطة جدا من التخصيصات. واضافة والاتعس من ذلك كله انه احنا هسه احنا بمنتصف يعني بالربع الاول من الشهر الخامس، والى هسه اي محافظه او اي وزاره موجوده بالعراق ما تعرف انه ايش قد تخصيصاتها اصلا. فكيف انه المفروض انه هذه المفروض تكون اصلا بشهر التاسع او العاشر السنه الماضيه تكون كل شيء منتهي، وكل من يعرف ايش قد كميه التخصيصات المخصصه لها حتى يعرف يخطط لكيفيه انفاقها ومجالات الانفاق لها. واحنا هسه احنا بنوصل يعني بالجزء الاول من الربع الاول من الشهر الخامس، واحنا لسه بعدهم اقروها. بعض المحافظات انه تلاقيها انه مثل محافظه الانباري على سبيل المثال، تلقاها انه كثير من المشاريع فيها لا تنجز. محافظات الشماليه كذلك انه تخصيصاتها عاليه. يعني نطالب انه السادة في مجلس الوزراء انه يوضحون لابناء الشعب انه كيفيه احتساب التخصيصات لكل محافظه، واعاده تخصيصها يعني اعاده تخصيصها مثلا على 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 عدد يعني السكان مثلا على سبيل المثال. طيب دكتور، يعني اليوم هناك تخفيض بحصه المحافظات في تنميه الاقاليم الى 2.5 تريليون دينار عراقي، هذا هل يتعارض مع خطط المحافظات وبرامجها الاستثماريه؟ طبعا هو كل محافظه انه المفروض لما تطيح مبلغ
كل ما يكبر هالمبلغ هذا راح تزيد حجم الانفاق اللي راح ينفق على المشاريع التطويريه، على البنى التحتيه، على يعني غالبيه المحافظات مثلا حاليا انه ما بها مجاري على سبيل المثال العفو. ف يعني فكيف انه اي مطره بسيطه تلقاها تفيض المحافظه وتغرق؟ يعني هاي على سبيل المثال مثلا، اضافه الى انه تطوير المشاريع الاخرى، فلهذا انه والخاسر الاول والاخير هو ابن الشعب، ابن هذه المحافظه، ابن هذه المحافظه اللي عانت ويلات الحروب والحصار سابقا ايام النظام السابق، وحاليا انه بعدين صارت عندنا المشاكل الطائفيه والى اخره. طيب اعود لك سيد علي، الماليه النيابيه باكر راح تستضيف عدد من المحافظين حتى تناقش تخصيصات المحافظات، برايك ممكن ان تؤدي هاي الاجتماعات إلى على الأقل إنضاج رؤية جديدة لمعالجة هذه المشكلة؟ بالمناسبة أستاذ إبراهيم، هي قد تكون المشكلة مشكلة مزدوجة في موضوع أولا إعداد مشروع قانون الموازنة ما بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. برأيي الحكومات المحلية خصوصا في الوسط والجنوب مقصرة تقصير كبير جدا، وحتى الثقل البرلماني برأيي أو الشخصيات البرلمانية التي تمثل هذه المناطق، هذه المحافظات أيضا مقصرة في موضوع إعداد الموازنات. قطعا يعني اجتماع اللجنة المالية النيابية بقرابة 15 محافظ، وقطعا سيكون هنالك تمثيل لمحافظات الوسط والجنوب، من المفترض أو مثل ما ذكر الضيف الكريم على الأقل نعرف المعيار العلمي أو العمل اللي من خلاله يتم احتساب النسب لمحافظات الوسط والجنوب. يعني إذا ما قارنا وكرر هذه العبارة، النسبة السكانية ونسبة حقيقة التهميش اللي موجود في الوسط والجنوب ما بينها وما بين إقليم كردستان، أنا أعتقد الفارق كبير جدا. من المفترض الآن إقليم كردستان يمتلك، ليش تقارن سيد علي مع إقليم كردستان وميزانيته؟ موضوع الإقليم يختلف عن موضوع المحافظات في الوسط والجنوب والشمالية وغيرها. الإقليم عنده غير قضية، قضية اقتصادية سياسية مو فقط اقتصادية. أستاذ بشار، يعني هذا الاختلاف واضح فعلا مسجل، بس خليني أسأل هذا السؤال، هل الوسط والجنوب لا يرفض الموازنة حتى يكون هنالك حصة أكبر للإقليم باعتبار أن الإقليم يمتلك إمكانيات كبيرة جدا قد تصل مرحلة الإنتاج فيه الآن مراحل الإنتاج إلى قرابة مليون برميل؟ السؤال اللي يطرح نفسه، ماذا يسلم الإقليم لحد هذه اللحظة لم يدخل في الموازنة الاتحادية من إقليم كردستان ولا قيمة برميل واحد، بينما البصرة وحدها قرابة يمكن معدل تمطي سنويا 82% من قيمة الموازنة العامة. أسألك بالله، إذا هذا المعيار فالوسط والجنوب أحق أن تكون النسبة أكبر. إذا تجي على النسبة السكانية فالنسبة السكانية لمحافظات الوسط والجنوب قياسا بالإقليم أكثر. إذا تحكي على موضوع التهميش والضرر وعدم وجود بنى تحتية فقطعا محافظات الوسط والجنوب متضررة. فمن أي باب يتم إقرار الموازنة أو على الأقل التقدير؟ لذلك استضافة المحافظين نتمنى أن تكون هنالك حقيقة انفراجة في موضوع احتساب النسب المالية للمحافظات الوسط والجنوب. نتمنى أن يكون هنالك دور من قبل الحكومات المحلية متمثلة عفوا بالسادة المحافظين من خلال الضغط على السلطة التنفيذية عبر بوابة البرلمان على أنه مجلس الوزراء قد يكون غبن هذه المحافظات، فبالتالي يجب إرجاع الموازنة العامة إلى الحكومة الاتحادية لإعادة احتساب النسب بهذه الشكل. راح تتأخر، راح تتأخر كثيرا. يعني شوف الشهر الخامس سيد بشار، أنا عفوا لست منظر ولا متبطر حقيقة من أقول إعادة يا عزيزي ترجع ويرجع ويها إحقاق حق هذه المحافظات التي همشت، وللأسف الكل ينادي الحكومة الشيعية، وللأسف هو أكثر المتضررين الجماهير وشعوب المحافظات الوسط والجنوب في كل الموازنات، في كل الأزمنة. يعني يبقى الموضوع مستمر، في كل الأزمنة. لا والله خلت تتأخر، بس على شرط يرجع ياخذ كل ذي حق حقه. لكن ارجع لك على قضيه تتاخر او اعادتها للحكومه، لكن دكتور محمد اذا ما تم الاخذ بنظر الاعتبار وجهه نظر المحافظات واداراتها، هل يعني اعاده هيكله الموازنه ام الاكتفاء بالمناقله في ابواب الصرف على الاقل؟
والله هو هذا مثل ما قلت لك انه متاخر جدا هذا النقاش حول هالموضوع. هذا المفروض هذا صوتك اذا تقدر تعلي شويه دكتور. هذا الموضوع متاخر جدا يعني المفروض انه من قبل اكثر من سنه هالعمليه هاي تصير. نعم. واحنا احنا بعض المقترحات اللي اقترحناها من مركزنا حقيقه انه اصلا طلبنا انه تفعيل موضوع البطاقه الموحده اللي هي تثبت لك انه عدد السكان الحقيقي، لانه حاليا على الى هسه ما نعرف الحكومه ما تعرف السكان الحقيقي لكل محافظه، هناك ازدواجيه بالتسجيل الدوائر الاحوال المدنيه في تلقى على شخص على سبيل المثال مسجل في اكثر من محافظه في ان واحد، هذه كلها العمليه هاي انه تضخم من حجم التعداد السكاني لكل محافظه، لذلك انه نتمنى انه يتم تفعيل الموضوع هذا، وبذلك راح تعرف الحكومه بالضبط العدد الحقيقي لسكان كل محافظه، وبذلك انه تكون تخصيصات كل محافظه حسب نسبه السكان اللي فيها. موضوع اخر انه تلاقي انه حسب يعني اترك موضوع المحافظات الشمال، محافظات الوسط والجنوب هم لا يوجد عداله، يعني مثلا احد الاقضيه في محافظه صلاح الدين عندها تخصيصات اكثر من محافظه كامله محافظه الديوانيه بالضبط اقول لك اياها. طيب إنه يعني لكن دكتور ليش هذا الفارق الكبير ما بين تخصيصات المحافظات الشماليه عن الوسطى والجنوبيه؟ هي هاي انه اكو محاباه سياسيه واكو بعض الضغوطات السياسيه وبعض الى اخره، لا نريد ان نخوض بهالغمار بهالموضوع هذا، لكن هناك انه اذا نترك المحافظات الشماليه نحكي بس على محافظات الوسط والجنوب، هناك ايضا انه اكو مساومات سياسيه، بعض الاحزاب تعلن بشكل علني انه من وافق على الميزانيه ما لم تنفذون مثلا موضوع تقررون في نفس الجلسه، طالبت بعض الجهات السياسيه انه تقرر موضوع قانون العفو العام في نفس الجلسه اللي يقررون فيها الموازنه، كانه هذا مشروط بالموافقه على هذا. يعني هذا لا يجوز، يعني المفروض انه طيب. نعم سيد علي، قضية إعادة الموازنة للحكومة وهذا التأخير الكبير حتى الآن، يعني هناك عزم نيابي بعدم إقرار الموازنة ما لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية تتساوى فيها جميع حقوق المحافظات. تعتقد البرلمان، نواب الشعب، نواب المحافظات الوسط والجنوب سوف يصرون على هذا الموقف؟ فعلا سيعيدون هذه الموازنة حتى تتساوى الحقوق؟ يا عزيزي الآن أكو وعي كبير جدا، والشارع برأيي الشارع العراقي بدأ يكون مؤثر خصوصا في الوسط والجنوب، يعني بعد عام 2019 أصبح هنالك شجاعة كبيرة جدا من قبل الشارع للاعتراض على بعض القرارات أو القوانين التي تصدر سواء من السلطة التنفيذية أو من قبل السلطة التشريعية. لماذا هذا الإحراج أمام جماهيرنا؟ يعني أنا أقول السؤال اللي يطرح نفسه، ما أنا عندي الأغلبية وبإمكاني من خلال قوى الإطار التنسيقي الآن حتى أقرر الموازنة دون الرجوع لباقي القوى السياسية، هذا ليس من باب التكبر أو الاستصغار أو التهميش لباقي القوى السياسية، لكن يا أخي ما طولي أمشي وفق الدستور والقانون قطعا أنا لا ألتفت. المحاباة السياسية على حساب جماهيرك كلفتك كثيرا، ولاحظنا احنا في موضوع الاحتقان، موضوع الانغلاق السياسي بعد الانتخابات 21 ما حصل، يعني حصلت كوارث كادت ان تودي بالنظام السياسي. اللي نحتاجه الان من المفترض، وانا اكرر هذه العباره، وفق المعايير الدستوريه والقانونيه يجب ان تكون هنالك وقفه من قبل اولا الوزراء في مجلس الوزراء في موضوع اقرار الموازنه. اقول مؤلم حقيقه الموضوع ان تخرج او يخرج مشروع الموازنه بهذه الشاكله، والالم الاكبر اذا ما كان هنالك خنوع وخضوع من قبل اعضاء البرلمان العراقي اللي تابعين لمحافظات الوسط والجنوب. انا اقول واكرر من كل النواحي، من حيث الواردات الوسط والجنوب يجهز العراق بقرابه 90% من ما يحتاجه من قانون الموازنه. التضرر الضرر الأكبر هو في الوسط والجنوب، النسبة السكانية أكثر، فيا معيار اللي تم احتسابي. لذلك ربما من المعيار كما تؤكد المصادر في هذه الموازنة كما تؤكدون سيد علي، يعني هو المعيار صار الصراع حول النسبة المحافظات والصراع السياسي. إذا تسمح لي عفوا في هذه الموازنة تحديدا الثلاثية، أنت من راح تقر وراح تأسس لمدة 3 سنوات، يعني المشكلة راح تنضرب، الألم في 3، الضرر في 3، لذلك يجب حتى وان تطلب الموضوع
تأخر إقرار الموازنة من المفترض أن تكون الموازنة عادلة ومنصفة، ليس للوسط والجنوب، لا قطعا نريد العدالة تمتد إلى كل محافظات العراق، لكن بنفس الوقت نحن نمثل الكيان السياسي الشيعي، لذلك علينا أن نمثل هذا الكيان بما يرضي الله وبما يرضي الدستور والقانون، أن نتنازل عن هذا الحق ونرجع لتسمية أم الولد على حساب جماهيرنا. أنا أعتقد هذه كارثة وخيانة كبرى للأمانة التي أوكلت سواء للسلطة التنفيذية أو للسلطة التشريعية. طيب. اللي مثلون المكون السياسي الشيعي. طيب دكتور محمد، ممكن زيادة تخصيصات من سبب المحافظات، يعني كما هناك يعني يوجد توجه، ممكن أن يتم زيادته إلى الضعف عن طريق إجراء مناقلة لصالح تنمية الأقاليم؟ أكو إمكانية في هذه الموازنة؟ ماكو داعي، لكن نحن نطالب بتوزيع عادل فقط، يعني بس توزيع عادل أنه راح يتغطي جميع الأطراف، نحن نفرض توزيع عادل حسب النسبة السكانية وحسب الـ يعني سكان كل محافظة تكون تخصصاتها، لأنه كليتنا إحنا عراقيين، كنا أبناء شعب واحد، كنا منتمين إلى وطن واحد، كنا نحن نفس الجنسية، ما عندنا إحنا مواطن درجة أولى درجة ثانية، ما عندنا محافظة درجة أولى محافظة درجة ثانية، ما عندنا إحنا. لكن عندنا محافظة فقيرة جدا، عندنا محافظة منتعشة اقتصاديا. وهي هذا لو كان يعني إنصاف المحافظات والأقضية واعتماد نسب الفقر إلى أي در يعني يعتبر معيار. لو كان هناك توزيع عادل ما راح نلقى أنه نسب فقر، ما راح نلقى أنه أبناء فلان محافظة أغنياء وفلان أبناء فلان محافظة فقراء، لا بالعكس، المفروض أكون مساواة، وإحنا كليتنا عراقيين، كلنا تحت علم واحد، كلنا تحت راية واحدة. ممكن اتخاذ قضية الفقر ونسبة الفقر في منطقة معينة كمعيار من أجل تخصيص معين مالي معين؟ يا ريت أنه يتم النهوض بالمحافظات الفقيرة وإيصالها إلى مرحلة الـ يعني القبول بالمستوى المقبول، لكن مع الأسف هذا ما نشوفه. إحنا نتمنى هالشيء، هذا نتمنى أنه يكون توزيع عادل للثروات، نتمنى أنه توزيع عادل للجميع، حتى نسبة الموظفين تلاقي مثلا موظفين اثنين خريجين نفس الكلية نفس الصف، هذا راح في وزارة النفط على سبيل المثال والثاني راح في وزارة التربية، تلقاهم تفاوت كبير بالرواتب، ليش؟ شنو ذنبهم؟ هذا حظه راح لهنا وهذا حظه راح لهنا، ليش؟ احنا دائما نطالب انه توزيع عادل للجميع. طيب دعنا نعطي مجال الاستاذ علي اذا عندك مداخله. شوف جنابك شرت الى موضوع نسبه الفقر والتضرر في طبعا قطعا من المفترض انه السلطه التنفيذيه عندما بدت في اقرار او اعداد مشروع قانون الموازنه من النقاط التي من المفترض ان تراعى هذه الجنبه، جنبه حاله الفقر وارتفاعها في محافظه دون اخرى. نعم. جانب اخر، رغم انه هنالك تخصيصات ماليه لقرابه تصل 13% من قيمه الموازنه لاقليم كردستان، اقسم بالله قبل لا ادخل البرنامج شخص اتصل بي من وزاره التجاره موظف بدرجه رئيس قسم يقول بالنص يا اخوان خلصونا رجعونا للحكومه الاتحاديه، تدري مخصصات السله الغذائيه لموظف وزاره التجاره في الاقليم محرومين من عدها، مع العلم انه كان هنالك تدخل من بغداد للضغط على الحكومه الاتحاديه من الشهر 11 واجبرت الحكومه الاتحاديه ان تكون المخصصات شبيهه بموظفي الوسط والجنوب والمناطق الغربيه، لحد هذه اللحظه يقول بالنص الموظف وما اقدر اذكر اسمه مع موظفين كثر طالبوني انه انقل هذه المعاناه، رغم وجود تخصيص مالي وارسال ما قيمه مخصصات السله الغذائيه لموظفي وزاره التجاره في الاقليم لم تصل للموظف لحد الان. انا اقول لماذا يا حكومه العراق لم تراعي هذا، لم تتابع حتى موضوع التخصيصات؟ يجب ان يكون هنالك استفاده للمواطن، ما تذهب للطبقه السياسيه، مع العلم انه شعب اقليم كردستان دا يعاني، مع العلم اكبر نسبه في الموازنه تذهب لهذه المحافظات، لذلك لم تراعى لا معيار الفقر ولا النسبه السكانيه ولا نسبه الواردات. ازيدك من الشعر بيت، البصره لحد الان تطلب الحكومه الاتحاديه نسبه البترو دولار، هاي مو عداله حقيقه. لذلك سؤالي ورجائي لممثلي محافظات الوسط والجنوب، يا اخوان اتقوا الله في موضوع حقوق الشعب، وراعوا نقطة مهمة، الشعب متذمر، يجب أن نتصالح مع الشعب من خلال وجود عدالة في تقسيم الثروات لكل محافظات العراق. أنا أكرر، أنا لا أطالب بحق محافظات لا بالعكس، أريد الحق يوصل للكل. الشعب العراقي يجب أن يراعى من خلال إقرار قانون الموازنة، وخصوصا وأنا أؤكد محافظات الوسط والجنوب عانت معاناة، وللأسف يبدو أن المعاناة
يراد لها أن تستمر حتى في الموازنة الثلاثية. طيب أعود لك دكتور محمد، يعني المعيار يجب أن يدرس، إحنا على أي أساس كبرلمان أو كحكومة نقسم ثروات البلاد؟ على أساس أهمية المنطقة أو المحافظة، أهميتها الاقتصادية لعدد سكانها لنسبة الفقر في هذه المحافظة، ويجب أن يكون على أي معيار أولا؟ المفروض هو يعني على عدد السكان، يعني كل محافظة حسب عدد السكان تخصصاتها تكون، يعني مثلا المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية تكون تخصصاتها أكثر من المحافظة ذات الكثافة السكانية الواطية. طيب مثلا محافظة الأنبار على سبيل المثال هي محافظة أكبر محافظة بالعراق، لكن أقل المحافظات سكانا، مدى يراعى هالشيء هذا؟ اضافني الى انه محافظات قلت لك اياها، محافظات اكو محافظات مسحوقه مثل محافظه واسط، محافظه الديوانيه، محافظه الناصريه، محافظه العماره، هاي كلها محافظات مسحوقه، نسبه الفقر فيها كبيره، الخدمات شبه معدومه. لما نحاسب محافظين نقول لهم ليش هشكل، يقول ما عنده تخصصات، اصلا تخصصاتنا قليله جدا، يا دوب تكفينا، فمدى يقومون بمشاريع خدميه؟ لذلك انه تلقى انه المحافظات ظلت نقدر نسميها محافظات تعبانه او من المحافظات الفقيره كذلك. طيب دكتور، تتفق مع سيد علي انه قضيه هذه الموازنات، هذه المبالغ المليارات والتريليونات اللي نتحدث عليها لمدى تروح بالتالي للشعب العراقي؟ في بعض المحافظات تسرق من قبل طبقة حاكمة وغيرها، بالتالي انعكست على الشارع اللي حتى الآن يمكن أنت ملاحظ أنه الشارع مو كلش مهتم بقضية الموازنة إن قرت أو لا. صحيح، المشكلة أنه في كل المحافظات هناك نواب يخرجون عن هذه المحافظات، كل نائب لمن المفروض أنه أمانة في رقبته، الناخبين اللي انتخبوه المفروض هذول اعطوهم امانه، حطوها برقبتهم، المفروض انه هذا يدافع عن حقوقهم وليس انه يسكت ويمشي. وفي بعض المحافظات انه بعض الحاكمين مدى يراعون الله بالموضوع هذا، والمفروض هي هيك ايضا انه امانه في رقبتهم انه يصونون ابناء شعبهم ويدافعون عن حقوقهم، وتكون على ان تكون عداله اجتماعيه ومساواة ما بين أفراد الشعب العراقي كافة. الشكر الجزيل لكم المشرف العام للمركز الوطني للمراقبة والتقييم دكتور محمد البغدادي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر الجزيل لكم المحلل السياسي الأستاذ علي فضل الله. شكرا أستاذ بشار، حياك الله. إذا المشاهدين ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم بصوت وصورة من بغداد المحلل السياسي الأستاذ علي فضل الله، وكذلك الترحيب بأعضاء الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين الدكتور مهند ظاهر، انضمنا مباشرة عبر سكايب من سوريا. أهلا بكم سيد مهند، وأبدأ معك دكتور مهند. نسبة أو نسبية الأوضاع الأمنية حاليا في سوريا دكتور، إلى أي درجة تعطي الضوء الأخضر لجهود إعادة الإعمار في سوريا؟ دكتور يبدو أن هناك خلل بنقل الصوت، أعتقد كتم للصوت من عندك يا دكتور. طيب هناك خلل بنقل الصوت يبدو بينما تتم المعالجة، أبدأ معك سيد علي. نعم، ظهرت مصطلحات أخيرة، الحديث عن العالم الجديد والمتعدد الأقطاب، برأيك إلى أي درجة سوريا سوف تستفاد وتستثمر هذا الموضوع؟ أكرر الترحاب بجنابك سيد بشار الضيف الكريم.
قطعا المتغيرات الدولية أنا أعتقد ألقت بظلالها على عموم الشرق الأوسط، وبالتالي سوريا والعراق وباقي دول المنطقة هي جزء من هذا التغير، ويجب حقيقة استثمار هذا التغير في موضوع خصوصا يعني الحرب الأوكرانية الروسية. أنا أعتقد غيرت موازين القوة وأظهرت أولا وهن الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي برأيي منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة، بل حتى منذ عام 2001 دخول أفغانستان ثم الدخول للعراق، أهم الأشياء اللي خسرها الذي كان يدعي بالقطبية الأحادية، خسرت الولايات المتحدة الأمريكية، هو المنظومة القيمية التي كانت تتبجح على أنها تصدرها للعالم أجمع. وبالتالي خسارة المنظومة القيمية بدأت تظهر أيضا ضعف الهالة العسكرية أو الماكل العسكرية الأمريكية التي عانت معاناة في أفغانستان، حتى وصل الحال فيها إلى أن سلمت الدولة الأفغانية إلى مجاميع كانت تعد ولا زالت مجاميع إرهابية. في العراق أيضا تعرضت إلى مقاومة كبيرة جدا إلى أن خرجت عام 2011، ثم عادت عبر بوابة داعش للدخول إلى العراق من جديد. برأيي هذه المتغيرات سوف تؤثر إيجابا، ويجب أن تستثمر هذه التغيرات خصوصا في موضوع التقارب ما بين قطبي الدول الإسلامية، الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية. برأيي هذا التقارب أيضا سيكون نقطة تحول وتغيير موازين القوى في موضوع أقليم الشرق الأوسط وخصوصا على الجغرافيا السورية. لذلك سوريا أعتقد سوف تنتفع كثيرا من موضوع القطبية المتعددة والعالم الجديد للمرحلة القادمة. طيب، لكن سيد علي، يعني برأيك شلون راح مسار الإعمار ينطلق وترتفع وتيرتا ويزيد زخمة، ولا تزال هناك عقوبات أمريكية كقانون قيصر مفروضة على سوريا؟ أنا برأيي العقوبات الأمريكية بدأت تكون حالة شاذة لكل المجتمع الدولي، باعتبار أن هذه العقوبات ألقت بظلالها على دول كثيرة جدا. العقوبات الأمريكية قد تعد يعني آخر الأسلحة التي بدأت تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق القطبية الأحادية. فشلت برأيي هذه العقوبات على روسيا، على الجمهورية الإسلامية. قد تكون الجمهورية الإسلامية هي أكثر الدول تضررا من هذه العقوبات، لكنها ومن خلال فكر القائد الولي الفقيه المرجع السيد الخامنئي والحكومة الإيرانية وعقلية حقيقة رجال الدولة الإيرانية، استطاعوا أن يصمدوا وأن يحولوا حالة الانكفاء التي أريد لها أن تكون والعزلة للجمهورية الإسلامية أن تكون نجاحات. لذلك العقوبات الأمريكية برأيي بدأت تولد أو تنتج عالم جديد رافض لهذه العقوبات. لذلك عموم الدول المعاقبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتعامل بوجود حالة أولا من إبعاد التعامل بالدولار الأمريكي، كذلك العمل على خلق جسور ثقة وتحقيق تبادل منفعة ما بين الدول المعاقبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك الاجتماع الرباعي الأخير في عمان في الأردن ما بين العراق ومصر والسعودية والأردن برأيي كان داعما لجهود أولا عودة الدولة السورية وإبعاد المجاميع الإرهابية من الجغرافيا السورية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار إلى سوريا. هذه النقاط برأيي تتطلب دخول الجنبة الاقتصادية من خلال وجود استثمارات عربية، خصوصا الدول الخليجية إذا ما قررت دعم الجارة سوريا مع وجود دعم من قبل الجمهورية الإسلامية وباقي الدول العربية، سوف نشاهد تغير في موازين القوى على الجغرافيا السورية وعودة الدولة السورية إلى مرحلة الاستقرار شيئا فشيئا. أيضا ينضم لنا مباشرة بالصوت والصورة من بغداد أستاذ العلوم السياسية جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري. أهلا بكم دكتور. وبداية، في هناك انفتاح عربي وإقليمي على سوريا فضلا عن متغيرات استراتيجية في المنطقة، هل يمكن عدها بوابة رئيسية للانتقال لمرحلة إعمار وانتقال بمرحلة جديدة من العلاقات مع سوريا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أخي الكريم والضيوف الكرام والمشاهدين قناة الأيام الأعزاء. ابتداء يعني الموضوع يعني الوضع في سوريا ما عاد هنالك أي مبرر، سواء كان من المبررات اللي حقيقة هي التي كانت غير منطقية أساسا منذ أن اندلاع ما عرف بالأزمة السورية ولحد هذا اليوم، مرورا بالتقاطعات الكبيرة أو المخرجات السلبية التي أفرزتها الأزمة السورية ابتداء من الوضع الأمني غير المستقر، تغول
الجماعات الإرهابية اللي كانت هي غطاء أو شعار لما عرف أو ما سمي بائتلاف الدولي لمكافحة الإرهاب والمتطرفين، وفي حينهم كان كل يعني عملية توريد الإرهابيين من أوروبا ومن أستراليا ومن الأمريكيتين كان عبر المطارات الأوروبية وعبر المطارات التركية وغيرها. وبالتالي هذا الموضوع اليوم يعني بمعطيات المنطقة والعالم اليوم ما عاد هنالك أي مبرر لاستمرار الأزمة السورية أو تداعياتها، وبدت عملية تفكيكها ابتداء من المحيط العربي. يعني أعتقد هنالك محاولات عراقية واضحة باتجاه عملية عودة سوريا إلى الصف العربي، وابتدأت في بعض المؤتمرات، وهنالك جهد كبير جدا من قبل رئاسة الوزراء ومن قبل السيد رئيس الوزراء وأوساط عراقية، وكذلك هنالك قبول من بعض الدول العربية باتجاه عملية يعني العمل سوية باتجاه عملية عودة سوريا. وبالتالي أنا أعتقد الآن المنطق والواقع الإقليمي والدولي يفرض أن يكون هنالك، إذا كانت العنوان الأساسي والبحث عن الاستقرار وتحقيق الأمن المتبادل بين الدول والمكافحة الحقيقية للجماعات الإرهابية، ينبغي أن تكون هنالك سوريا حاضرة. طيب، ماذا عن الإرث الكبير الذي خلفته قوى الإرهاب في سوريا دكتور علي؟ نعم. هذه الشراكة الاقتصادية واتفاقات تعاون مع هذه الدولة أو تلك، ممكن أن تعالج هذا الضرر الكبير من الإرهاب؟ يعني بالسياسة علمتنا الدروس الخبرة التاريخية في كل الصراعات، لا يوجد هنالك يعني مستحيل طالما يعني النوايا السياسية الإرادة السياسية حاضرة في هذا المجال. وبالتالي أنا أعتقد إذا كانت هنالك بالفعل رغبة حقيقية، وهي أعتقد هي منطقية، باتجاه عملية احتواء الوضع في سوريا، محاولة لعملية ترميم ما خلفته الآلة الحربية والمشاريع الحقيقة أو المشروع الكبير اللي كان يستهدف سوريا والمنطقة، أنا أعتقد بالإمكان أن يكون هنالك، خصوصا نحن نتحدث عن دول بالتأكيد الآن بدأت تشعر بأن استقرارها أمنها، وقبل ذلك استقرار أنظمتها السياسية. طيب. مرهون بتحقيق الأمن داخل المنطقة، وهذا الأمن ما يستقر إذا هنالك بؤر لا زالت قلقة، وأعتقد سوريا من البؤر يعني التي هي باعثة على عدم الاستقرار إذا ما استمرت بهذا المجال. لا. لذلك أنا أعتقد الآن الجهد الإقليمي والدولي سائر أو يعني يحث الخطى باتجاه عملية تحقيق مقاربة يتم من خلالها عملية يعني تقريب سوريا أو انضمامها أولا للمحيط العربي، ومن ثم أن تكون فاعلة في عملية تحقيق هذا يعني الفهم الجديد لواقع المنطقة والعالم. نعم. طيب، دعنا نذهب إلى سوريا مرة أخرى. ينضم لنا دكتور مهند. أهلا بكم دكتور مهند مرة أخرى إذا كنت تسمعني. أود أن أعيد عليك السؤال، يعني الاستفسار حول نسبية الأوضاع الأمنية في سوريا حاليا، هل تعطي الضوء الأخضر للبدء بجهود إعادة الإعمار؟ أولا مرحبا بكم ضيوف الكرام، آسفين على هذا العطل الفني الطارئ كما يقولون دائما، وبالتالي أنا أعتذر عما حصل، لكن أعتقد بشكل عام بأن الدولة السورية الآن بعد أن تعافت قليلا، ولا أستطيع أن أقول تعافت كليا، خاصة وأن هناك مناطق يسيطر عليها الإرهاب مثلا في منطقة إدلب يعني في الشمال السوري، وهناك أيضا يعني الجماعات الانفصالية في المنطقة التي تسمى شرق الفرات الجزيرة السورية، وبالتالي أنا أعتقد بأنه أمنيا الدولة السورية غير مهددة بشكل كبير، لكن التواجد التركي على الأراضي السورية والتواجد الأمريكي قد يقلل فرص هذا يعني نجاح هذا الموضوع بالشكل السريع المأمول. لذلك أنا أعتقد بأن الدولة السورية ما تشترطه في موضوع يعني إعادة العلاقة مع تركيا هو الانسحاب، وبالتالي هي تحاول قدر المستطاع أن تريح نفسها من عملية عسكرية قد تضطر لها لاستئصال الإرهاب من منطقة إدلب تحديدا أو الشمال السوري بشكل عام، وبالتالي أعتقد بأن هذا الموضوع قد يعني يشكل عقبة، ولكنها ليست العقبة الكبيرة، لأنه الجزء الأكبر من سوريا وكلكم تستذكروا يعني طبعا حوالي تقريبا 85% من الجغرافيا السورية كان يسيطر عليها الإرهاب والجماعات الإرهابية، وبالتالي الآن
على العكس تماما، بات تقريبا حوالي 75% تحت سيطرة الدولة السورية، خاصة في المناطق الحيوية بالنسبة لسوريا. بقيت هذه المنطقتان المنطقتان وحيث التواجد الأمريكي، حيث يعني ربما لا يعتبر عقبة بمقدار ما يعتبر عقبة التواجد التركي. لذلك أعتقد بأن الموضوع سيذهب إلى موضوع البدء بإعادة الإعمار، لن ننتظر حتى تنتهي الحرب، لأنها قد لا تنتهي بسنة أو سنتين أو خمسة أحيانا، ربما عشرة ما نعرف نحن، لأنه مثل ما شفنا المفاجآت الدولية. لذلك أعتقد بأن التعجيل في موضوع إعادة الإعمار بالمناطق المحررة يعني سيعجل أيضا تحرير المناطق التي الآن يسيطر عليها الإرهاب، وأعتقد بأنه لن يدوم طويلا هذا الإرهاب، مسألة وقت، وسنرى تسويات كبرى ليس على مستوى الإقليم بل على مستوى العالم حتى يعني. طيب دكتور، أنت متخوف من الدور التركي ربما غير متفائل، لكن هل يمكن ضمان دور تركي إيجابي في سوريا في حال منحت تركيا مجال للاستثمار أو حصة من الاستثمار في سوريا؟ لا يمكن أن نثق بالتركي قيد أنملة كما يقولون، وأنا ما أريد أن أنقل لك هو ما سمعته من لسان الرئيس الأسد بشكل شخصي. كنت في اجتماع مع بعض الأخوة الإعلاميين والأساتذة الجامعات، كنا في ذات يوم وقال بالحرف الواحد بما في معناه بأنه أنا الرجل الذي كان صديقي الحميم جدا جدا انقلب علي، فأنا ليس لدي ثقة، خاصة وأن يتقلب في مواقفه، وهذا الشيء انعكس حتى في سياسته أو في علاقاته. يعني طبعا نحن نذكر بأنه أحمد داود وزير خارجيته السابق في تلك الفترة كان يسعى إلى صفر مشاكل أنتجت سياسة أردوغان بعد أن استبعد حتى أقرب مقربيه عبد الله جول، أحمد داود أو حتى أقرب المقربين. أعتقد بعد ما استبعدهم بدلا من أن يكون لديه صفر مشاكل صار لديه صفر جيران، وبالتالي أنا أعتقد بأنه لا يضمن الدور التركي حتى لو حصل على هذه الفرصة، خاصة وأن التركي دائما نظام التركي أو نظام العدالة والتنمية بشكل عام يستغل الظروف لمصلحته. بما في معنى هو علاقته أصلا مع الأمريكي علاقة جيدة، وعلاقته أيضا مع الأوروبي تعتبر ليست بالسيئة، وإن لم تكن بالجيدة ولكن ليست بالسيئة، ولأنهم بحاجة إليه أولا وأخيرا، فسوريا هي أو التركية هي بوابة إلى الوطن العربي إلى آخره. لذلك يعني هو استغل. إذا تسمح لي دكتور، طيب في هذه الحالة في هذه الحالة دكتور، من هي أبرز الدول المرشحة لدخول مرحلة الإعمار أو الاستثمار في سوريا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي أعلنت استعدادها الكامل لهذه المرحلة ومساعدة سوريا؟ أعتقد بأنه كان الرئيس الأسد واضحا في خطاب القسم في عام 2014 إذا تذكروا، عندما تحدث عن توجه شرقا، وكان واضح أيضا في موضوع خطاب القسم الأخير أيضا في موضوع إعادة الإعمار بأن الدول المرشحة هي التي وقفت مع الدولة السورية ولا حصة لأي طرف ساهم في الحرب في سوريا أو الشركات. وبالتالي يعني أعتقد بأن روسيا والصين ويعني هي المرشح الأكبر، خاصة وأن الإقليم يعني بشكل عام يسير باتجاه تهدئات. يعني المصالحة السعودية الإيرانية برعاية صينية تؤكد بأن الصيني ما يريد لهذه المنطقة، خاصة أنه صاحب مشروع رائد اسمه يعني مبادرة الحزام والطريق. كذلك الروسي الذي لديه المشروع الذي يسمى الأوراسي، ما يريده هو أن تكون هذه، ما يريدانه أصلا أن تكون هذه المنطقة هادئة، وبالتالي هي منطقة طرق التجارة بالنسبة لسوريا، وتقاطع أنابيب النفط والغاز، ويعني هي شرق المتوسط كما قال بانرما في يوم الأيام، يعني من يسيطر على المتوسط يسيطر على الشريان الحيوي والاستعمار. لذلك أعتقد بأن هذه الدول المرشحة الأكبر إلى جانب الدول الصديقة التي وقفت مع الدولة السورية. نعم تفضل. طيب عد لك أستاذ علي فضل الله، برأيك وحسب اطلاعك على الواقع السوري اقتصاديا والبيئة السورية الداخلية، البيئة الاستثمارية في سوريا سيد علي، برأيك هل هي جاذبة، خاصة أنها أعادت النظر بقانون الاستثمار؟ يعني برأيي للدولة السورية خبرة في موضوع التعامل مع الاستثمارات، وأعتقد الاجتماع الأخير في عمان هيئ لهذا الموضوع،
الدول او الاجتماع الرباعي من النقاط او المخرجات اللي اكد عليها هو دعم استراتيجيه تحقيق واستقرار الامن داخل الدولة السورية أو على مستوى الجغرافيا السورية. هذه النقطة مهمة وستكون نقطة جاذبة بالإضافة للإجراءات السياسية والدبلوماسية وموضوع تشريع القوانين. أنا أعتقد الدولة السورية لديها عقلية كبيرة جدا في موضوع جذب الاستثمارات. لكن دعني أختلف حقيقة مع الضيف في سوريا بعيدا عن موضوع الكراهية والعلاقات الشخصية. أنا أعتقد روسيا بدأت تلعب دورا كبير في ترويض الجانب التركي الذي كان هو السبب حقيقة الرئيسي في تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في سوريا عندما كانت تركيا والأراضي التركية الممر اللوجستي لعبور الإرهاب عبر الأراضي التركية باتجاه الأراضي السورية وحتى الأراضي العراقية. اليوم المتغيرات الكبيرة جدا وتعشيق الاقتصاد الروسي التركي بعد الأزمة الأوكرانية وتحول حقيقة تركيا مركزا حقيقة الاستثمارات الروسية باتجاه دول العالم. أنا أعتقد هذا الموضوع سوف يجبر الجانب التركي لمراجعة التعامل مع الجغرافيا السورية. أيضا التقارب العربي السوري هذا الموضوع سيكون ورقة ضغط على الجانب التركي. كل هذه النقاط برأيي سوف تجعل العلاقة متغيرة نحو الإيجاب مع الجانب التركي. نعم تركيا كان سببا في تحقيق أو في سببا في حصول المآسي الكبيرة للشعب السوري على مستوى الأمن والاقتصاد، لكن المتغيرات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار. تركيا الآن أيضا متضررة وسوف تكون ورقة حقيقة ورقة الإرهاب عابثة بالأمن التركي. وأنا أعتقد هذا الموضوع سرب سواء من قبل الصين أو روسيا إلى الدولة التركية. خلينا ننتقل لسؤال أخير إليكم دكتور علي أقل من دقيقة. إلى أي درجة قضية إعادة أعمار سوريا مشابه لإعادة أعمار العراق بعد أن تخلص البلدان من قضية الإرهاب وشبه انتهت قضية حرب على الإرهاب؟ يعني ربما هنالك بعض الاختلافات متعلقة بالقدرات. يعني العراق قدراتها الاقتصادية هائلة وقادرة على استيعاب عملية إعادة بناء كبيرة، ثم ان يعني الارهاب لم يطال العراق يعني بمستوى يعني تدمير البنيه التحتيه بشكل كبير جدا في سوريا. العراق بعض المحافظات والان سنوات على عمليه اعاده اعمارها، هنالك رصد من الميزانيه في هذا المجال. يبقى فقط الموضوعات اللي قبل قليل يعني تحاورت مع الزملاء وفيما يتعلق في عمليه البيئه الاستثماريه. انا اعتقد البيئه الاستثماريه السوريه اكثر جذبا من البيئه الاستثماريه العراقيه لما يتعلق في موضوعة بعض الجوانب سواء كان القانونيه او فيما يتعلق في عمليه قدره الدوله على تحقيق الامن للشركات. مع انه العراق الان بدا يخطو خطوات كبيره في هذا المجال. وضحت الفكره. يبقى فقط الولايات المتحده الامريكيه هل هي جاده فعلا في عملية يعني إعادة إعمار حقيقية في سوريا؟ هذا هي وحلفائها، هذا هو السؤال اللي ممكن أن تجيب عليه الأيام القادمة. نعم. الشكر جزيلا لكم أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد دكتور علي الجبوري، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. والشكر جزيلا المحلل السياسي الأستاذ علي فضل الله، وشكر لكم عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين دكتور مهند الظاهر كان معنا مباشرة عبر سكايب من سوريا. شكرا لكم دكتور، وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.